ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خلف خبر انتحار طفل بفاس الجديد بمدينة فاس مساء أمس الأربعاء ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تركه لرسالة مؤثرة أثارت تعاطف النشطاء المغاربة. وتعاطف النشطاء المغاربة مع الهالك الذي وضع حدا لحياته شنقا، كما طالبوا باعتقال زوجة الأب الذي تبين أنها من المشتبه فيهم في قضية الانتحار وتطبيق أقصى العقوبات في حقها، خصوصا وأن الهالك ترك رسالة مكتوبة ومؤثرة: قهروني قهروني وسباب مرسبة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية قد حلت مساء أمس الأربعاء بمنزل الهالك وفتحت تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب والدوافع الأساسية وراء إقدام الطفل على الانتحار، كما جرى اعتقال زوجة الأب للتحقيق معها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.